احتضن ولاية خنجلة مهرجان الثقافية الوطني للأغنية الشعبية من 6 إلى 9 جوية 2024. المحافظة اختارت له شعار الأغنية الشعبية تراث وصون للهوية، راح يكون بمسرح الهواء الطبق رحيلة زليخة الوز، وراح يكون في هذه الطبعة عدة محاور، ملتقى وورشات، وكذلك مسابقة للفنانين في طابع الفولكلوري والشعبي. كذلك راح يعرف راح تعرف المهرجان هذه الطبعة مسابقة للظفر بجائزة المهرجان اللي خصتها محافظة المهرجان مقدرة ب 150 ألف دينار جزائري، وكذلك كان جائزة أولى وثانية وثالثة وجائزة لجنة التحكيم راح يتنافسوا عليها عدة فنانين في العصري والفولكلوري، حوالي لحقنا إلى حوالي 50 مشارك.